بهدف تعويض الفاقد التعليمي للطلاب بسبب جائحة كورونا العالمية، أطلق معهد أجيال الغد مبادرة تعليم مجانية للطلبة والأطفال، وذلك بمعدل 3 ساعات لكل فئة يومياً ولمدة 10 أيام متواصلة. تعودنا دائماً نقدم فعاليات مجانية للطلاب الغير قادرين على تسجيل دورات وتعويض الشيء اللي عم يروح عليهم في المدارس. دائما نحن الفعاليات هي عم نقوم فيها كل شهرين ثلاثه بالفترات العطله الانتصافيه عطله الصيف، فعم نحاول نقدم اكبر دعم ممكن لهي الفئه من الناس. اطلقنا هاي المبادره لاهميتها من فاقد التعليم للطلاب لكافه المراحل العمريه، ولاحساسنا الكبير باتجاهنا اتجاه الطلاب. وبتشكر كل الاهل اللي تعاونوا معنا وكانوا متواجدين بهالمعهد على مدى الايام العشر اللي حنقوم فيها هالفعاليات. الفعاليات هي عمل مجاني طوعي. 700 طالب تقريبا مستفيد من هذه المبادره، وهي ليست المبادره الاولى التي يطلقها المعهد، حيث سبقها الكثير من المبادرات بهدف مساعده اكبر عدد من الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم. هذا المعهد الكبير باسمه بإدارته بأفكاره الحلوة عم بيقدم شيء مميز جدا للأطفال للطلاب، كان شهادات ولا الصف الانتقالية لتعويض الفاقد التعليمي. سجلت أولادي 2 ثاني و 6 وإن شاء الله متفائلي إنه وضعه رح يكون تمام. لطالما كان العلم هو السلاح الأقوى في بناء الأجيال وشعلة النور لمستقبل واعد، سيبقى أبناء سوريا معطائين لبناء وطنهم.